هو تابع للعديد من الشكايات والتذمرات الصادرة من عديد المواطنين. قامت الوحدات الأمنية بمركز الأمن الوطني بسهلول بالعديد من عمليات المداهمة لبعض مراكز التدليك اللي كانت هي محل شبهة، وأثرت عن ضبط مجموعة من الأشخاص في وضعيات مسترابة ولا أخلاقية. بعد استشارة النيابة العمومية تم في مرحلة أولى الاحتفاظ بسبع أشخاص، منهم صاحبتي مركز التدليك وإحالة أربع أشخاص آخرين بحالة تقديم. عند انتهاء أجل الاحتفاظ تم عرض جملة المضمون فيهم على النيابة العمومية التي قررت إصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن وتوجيه تهم ممارسة البغاء السري والمشاركة والتوسط في ذلك. سي أنور، المراكز هذه عندها ترخيص قانوني ولا عشوائية؟ ثم اللي عندها ترخيص وثم اللي ما عندهاش ترخيص أصلا. أنا لا عندها ترخيص لحد شيء وتقول لي أنا راني مركز تدليك، ولكن هو يتم توظيفه لأشياء أخرى. هم توظيفه لأشياء أخرى في قيام بعملات مشبوهة. واضح. شكرا لك سي أنور الجابري على تدخل معنا في صباح الورد اليوم. باش ناخذ ديما المعطيات من المصدر الصحيح. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة واحد ومساعد وكيل الجمهورية، شكرا لك على تدخل وإن شاء الله نهارك سعيد.